ومن أعظم ما يستعيذ المرء منه أن يستعيذ بالله من خزي الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم: الله جل وعلا أنزل على عباده لباس، قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فعيوب الجسد يسترها اللباس أيا كان، عيوب الآخرة فضائح الآخرة لا يسترها إلا التقوى. ولهذا قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير، فمن لبس التقوى في دنياه ستر يوم القيامة. ومن أسباب الستر يوم القيامة ألا تفضح مسلما، ولا تفرح أبدا بأن يفضح مسلما، ولا تسعى بخطوة ولا بكلمة ولا بيدك ولا ببلوتوث تنشره ولا بأي شيء في فضيحة أحد وقع في معصية، فإن باب التوبة مفتوح، لا تدري لعل الله يتوب عليك فيبقى عليك إثم نشر فضيحته. كلما استطعت أن تستر على مسلم استر، فلو جاءك في جوالك شيء لا طاقة لك به يصور فلانا أو زيدا أو عمرا، أول عمل اسأل الله العافية ثم امسحه ولا تبالي، فإن من أعظم ما يدخره المسلم عند ربه الستر على المسلمين أيا كانت أحوالهم.